أيام هو عنوان أو عنوان آخر أغنية سجلتها الفنانة الراحلة وردة الجزائرية عام 2009. العمل من إنتاج نجلها رياض قصري ومن إخراج مؤنس خمار. انطلق المشروع رسميا بعد أن وافقت وردة على مخطط رسومات الفيديو كليب، لكن بعد رحيلها توقف العمل لينطلق مرة أخرى في بداية أفريل 2012 بمساهمة نجمة. وكان من المقرر أن تقوم وردة بتصوير الأجزاء الخاصة بها بداية شهر جوان 2012، لكن شاءت الأقدار أن تغادرنا يوم 17 ماي 2012. تفاصيل عن أغنية أيام مع زهيدة ثبت. ما نقدرش نهضر عن لسان الوالدة، ما نسمحش الناس يهضروا عن لسانها، ما نقدرش أنا نعمل هذا الشيء. هذا أنا علي حاجة واحدة، الوالدة كانت تحب بزاف الأغنية هذه وكانت تتمنى ان الاغنيه هذه تشوف النور، وانا وصلت الامانه. سنه بعد غيابها تقدم لنا هي عملها الاخير. اليوم هي كرمتنا، انه عمل رائع، كرمت الجزائريين، كرمت اللبنانيين، كرمت الدول العربيه. الاغنيه من الاول انطلقت لتوصل فكرة إنسانية، فكرة المسامحة، المصالحة. مؤنس خمار وصلها بطريقة رائعة، وصل كذا حالة بكليب واحد، حالة الإنسان مع بنته، الأم مع الابن، الابن مع الأب، فرائع جدا. من عدة ولو في